ترسرصت. شوف 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 ترسرصت فين. السلام عليكم، كيفكم أصدقائي؟ إن شاء الله تكونوا طيبين. اليوم بنسوي مع بعض شربة اللحم، كثير منكم طلبها مني من رمضان الأول لكن ما حصلت الفرصة، وأتوقع أنه بهذه الطريقة كان بيكون أسهل لي أني أصور بهذه الطريقة، فحبيت أني أصور لكم طريقتي بعمل شربة اللحم. وطبعا كل بيت له طريقته، وحبيت أني أعرض لكم طريقتي أنا. أول شيء بنحتاج إلى بصلة كبيرة مفرومة، و طماطم حبوب، حبة طماطم حبوب. طبعا الكمية نسبيا كبيرة، فأنتم ممكن تسوون نصف الكمية أو حسب نظركم أنتم. وبنحتاج كمان إلى البهارات الصحيحة اللي هو قرفة، قرنفل، وهيل، وفلفل حبوب، هذا طبعا حسب الذوق كميته، لكن أنا استخدمت تقريبا 4 حبات هيل وحبة اسمها هذه قرفة، واربع حبة تقريبا قرنفل، وشوية كذا اخذت يعني كذا قبشت او اخذت كذا شوية فلفل حبوب. بالنسبة للبهارات المطحونة فقط بنحتاج الى كزبرة ناشفة مطحونة، نحن نقول لها شبرم، وكمون. هنا تقريبا اخذت ملعقة ونص كبيرة من الشبرم او الكزبرة الناشفة المطحونة، وملعقة ونص كمون. وهنا لحم تقريبا كم قطع؟ القطع حسب الذوق، يعني في ناس يحبوها تكون كثير لحم، في ناس يحبونها قليل لحم، فأنا أخذت أتوقع ما أعرف صراحة كم كيلو، لكن تقريبا 7 قطع أو حاجة زي كذا. وغسلوها كويس كويس كويس، علشان نحن بالنهاية بنحتاج لمرقها، يعني لما نضغطها بنحتاج لمرق حقها، ما بنضطر نحن نطفيها. فبعد ما نغسلها كويس نضغطها على النار، بنشوف الخطوات الآن نصل مع بعض. وبنحتاج ملح حسب الذوق. وهنا عندنا البر اللي هو البر العماني، أنا استخدمت تقريبا البر العماني أو أي نوع بر أنتم تفضلونه، يكون مقروش، ما تكون حبة صحيحة، يكون مقروش، يعني يكون كذا مكسر، وأنقعه لمدة ساعة على مويه. هنا استخدمت تقريبا 3 كاسات بر، هو بكتب لكم كل المقادير الصحيحة في صندوق الوصف تحت. المهم بعد ما ننقعه ساعة كاملة نسيبه هكذا، يعني نخليه لمدة ساعة يتنقع حتى بتشوفوا ان الحبة صارت كذا طرية. بستخدم دست الضغط بحط فيه اللحم، وبحط قياس الموية، وبزيد شوية من القياس علشان نعمل حساب انه ممكن ينشف، يعني الموية لما تغلي تنقص كميته. الآن نضيف الموية، تقريبا بنسوي الآن نضيف البهارات الصحيحة معاه، ونغطيه ونسيبه على الضغط لمدة 35 دقيقة. لازم نخليه على الأقل شبه ناجح، يعني مستوي، عدل وكان مستوي أفضل عشان تضمنه. وبعدين بنبدأ بالخطوات اللي بعدها. هذا هي اللحم بعد ما ضغطته تقريبا 40 دقيقة. خلاص الآن أضيف البصل والطماط والبر. الآن نضيف البصل والطماطم، ونضيف كمان البهارات. نضيف الملح حسب الذوق. بعدين إذا شفتوا ناقص ممكن تزيدون، يعني تضيفوا شوية. إذا شفتوا إنه تمام خلاص، لو شفتوا إنه زايد عفواً، لو شفتوا إنه ناقص زيدوا. الآن أني أسيبه تقريباً 5 دقائق كذا يغلي عشان تخرج كذا عصارة البصل والطماطم مع المرقة. بعد كذا أضيف البر. أنا أول ما صار يغلي نضيف البر بعد ما نصفيه من الموية. هنا بعد ما أضفنا البر نحركه كده شوية ونخليه على نار هادئة جدا، يعني أو على نار هادئة، ونكون كل كم دقيقة نجي ونحرك، خاصة يعني ندخل ملعقة كده ونقشط القاع بهذه الطريقة، لأنه ممكن إنه يلصق معاكم من تحت فيحترق، فضروري كل شوية تجون وتحركوه.
لأنه كل البر يركض لا تحت فيحترق، فضروري إنه زي ما قلت لكم تحركوا كل كذا مثلاً كل 4-5 دقائق تجوا تحركوا، خليها كذا على النار ومع التردد لها يعني كل ما ساعة نجي نحركها لمدة ساعة كاملة. وكمان أنوه على شيء مهم، لا تغطونها، خلاص اكتفينا أول بضغط اللحم قبل، يعني ما عاد نحتاج إن احنا نضغطها، فقط لمدة ساعة زي ما قلت لكم كل شوية نرجع ونحركها، نرجع ونحركها. وأهم شيء ما تحركوها للتوكيد، لازم تقحشوا من تحت كذا، يعني لازم تحركوا من تحت وتتأكدوا إنه مش لاصق في قاع القطر. شايفين كيف نضجت وبدأت تتكون قشرة كذا من فوق؟ حاولوا فقط إنكم تحركوه، خلوه شوية وتكون ناضجة خلاص. طبعاً غلظ الشربة حسب الرغبة، يعني أنتوا لو تحبونها تكون كذا غليظة، نحن أهل البيت يحبونها تكون كذا ثقيلة، فإذا تحبوها ثقيلة تلتزموا بنفس المقادير، إذا تحبونها أنها تكون خفيفة ممكن إنكم تزيدون موية، وفي بعضهم يحبونها تكون مرة موية كذا، يعني مرة زي المرق، فكله حسب الذوق، وكمان الملح حسب الذوق. وهذه أحلى شربة وبالعافية. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وإذا جربتوها خبروني وقولوا لي كمان انتم ايش طريقتكم في تعليق تحت، وما لكم من الغربة ان قاسة وقوق شكلاتكم ريحة الاكل من الناس ما شاء الله، والله انها ترسرصت. شوفوا ترسرصت فين. العموم اذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك، ولا تنسوا تعملوا لي تعليق، واشوفكم فيديو قادم ان شاء الله. الى اللقاء.